وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي فريق التدخل السريع المركزي ومأمور الضبط القضائي بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان بغلق داري رعاية اجتماعية للبنين والبنات تابعين لجمعية رعاية البنين والبنات بأسوان. جاء القرار بعد أن رصد فريق التدخل السريع عددا من الملاحظات التي تمثل خطرا على بقاء الأطفال بالدارين، منها عدم تفعيل سياسة الحماية وعدم قدرة الجهاز الوظيفي على التعامل مع الأبناء ومشكلاتهم بشكل تربوي، علاوة على رصد مخالفات مالية وإدارية أثناء الفحص المالي والإداري لأعمال الجمعية.